يا روحي. أمي، شفتي أمي مو؟ كيفة؟ أمك منيحة، لا تشغلي بالك. ما حدا عصب على أمي لأنها أخذت الصغير، مو هيك؟ طبعاً عصبوا منا، بس يعني مو كتير. شو هالدم أمي؟ ضربوها لأمي، ما هيك؟ هنن ضربوها كله بسببي أنا، بسببي عم يضربوها لأمي. طيب الصغير، إذا ما لقوا الصغير أكيد بخلصوا علي لأمي. روقي حبيبتي، لقوا للصغير، وهلأ عمك عزت وزمرد خانهم راحوا ليجيبوه من المخفر. أمك كل القصة إنها زعلانة عليكي وبس. يعني لهلأ ما قلتوا له إنه لساتني عايشة؟ ما عرفت إنه أنتي عايشة، ما عم يتركوها لأمك لحالها أبداً. أنتي غلطتي يا زينب، غلطتي كتير. جدك من زمان كان يقول طريق الحق ما لازم يكون فيه كذب. كيف رح تكون نهاية قصة بلشتوا فيها بالكذب؟ خلص يا حبيبي، حاش تبكي يا روحي. آه يا جمال، ليك أنت بالقصر بين أهلك. يا ربي حفيدي شو صار له، بس ما يكون بده يمرض. لا ما فيه شي، قبل ما نجي رحنا على المستشفى. نشكر الله صحته كتير منيحة، بس يمكن يكون خايف من بعد ما كان بالمخفر وبين إيدين ناس غرب. الله بيحبنا لأنه بعت له بنت حلال سلمته للمخفر، ويمكن كان ربي عند ناس غرب وراح يكبر من دون ما يعرف ابن مين هو. الله لا يقدر، ما عاد خليه بعد عني بنوب. ورح تضل عيوننا مفتحة زمرد خانم، انت لا تاكلي هم. طول ما ملك عايش معنا مستحيل اقدر ارتاح. ما رح تضل هالحية، لازم تنقلع من القصر. هي وعدنان رح يطلقوا. مظبوط عدنان؟ عن جد بدك تطلق ملك؟ أنا ما فيني طلقك، ما فيني. شو ما بدهم يحكوا ما رح أسمع لهم، ما فيني بعيد عنك. الموت علي أسهل. يمكن يجي يوم وتعرفي قديش أنا بحبك، وقتها بس رح تكوني إلي وحدي. عم بستنى هذا اليوم ملك، عم بستنى. بدي أروح. لوين؟
ما بعرف مع مكان ما أكون بعرف فيه حدا. ما فيني أبقى بالقصر، نفس زهرة لسه عايش وما عم يفارقني، ماني قدراني أبقى هون، لازم بعد. خلص يا روحي، ما تعبت من البكي؟ ليك رح ازعل منك ها، من امبارح انت بلا نوم، يلا نام. شوف هالازعر يا غانم، من هلا بده يضل محمول وما له عرفان شو بده. الله اعلم شو بده يعمل فينا لما يكبر ويصير اغا. الله يحمي، يمكن عم يدور على ريحه امه. وليش بده يدور على ريحة أمه؟ أنا موجودة هون وبدير بالي عليه أحسن منها كمان. اسكتي، بص. صباح الخير. صباح النور. ليكون جمال ما خلاك تنام أنت كمان. ستي، أنا فكرت منيح وقررت اللي عم تطلبه ملك إنه تطلع من هذا القصر بأسرع وقت ممكن، وأنا بقول إنه هذا هو الحل. ما في حل غير اللي سمعته، إنك تطلقها وهديك الحية وقتها بتنقلي عن القصر. بصراحة أنا ما فيني طلقها، وهذا الحكي نهائي. نسيت إنه ضحت بحفيدة وحاولت تقتله؟ إذا هالمخلوقة بدها تضل هون بالقصر، أنا باخد حفيدي وبمشي فوراً، ما رح ضل ولا لحظة. ما في داعي تروحي مرت عمي، راح اشتري بيت لملك وراح روح اسكن معه. بدك تتركني وتروح تسكن معه؟ هيك الكل بيرتاح. Deli olur.